يروى أن يحكى أن الإمام الشافعي قال: حدثتني نفسي يوما بأنني عالم، فجئت أصلي بالناس، فأخطأت في الفاتحة. يا الله يا الله. مش الفاتحة اللي اختفى فيها الشافعي. نعم. فردني الناس، يعني الناس وراه يقولوا إياك نعبد، مش عارف يقول. نعم. قال: ثم جاء حان وقت العشاء، فجئت أصلي بالناس، فأخطأت في الفاتحة. يا الله. وما بالفاتحة التي يخطئ فيها أحد فضلا عن الشافعي. الإمام الشافعي. نعم. قال: وكان الشافعي إذا استشكل عليه أمر استخار ربه. قال: فاستخار ربه. قال: فرأيت أو فرأى في المنام أنه عقدت له محاكمة حكم عليه فيها بالقتل لسوء أدبه مع ربه، يعني بالإعدام. يا الله يا الله. قال: ومع ذلك قام أحد القضاء وقال: أرى تخفيف الحكم عن الشافعي. قالوا: بماذا ولماذا؟ قال: أما لماذا فلا ننسى أن للشافعي أيدي بيضاء على الأمة، وقد صدق فيه حديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عالم قريش يملأ الأرض علما بعلمه. قالوا: وبماذا؟ قال: واستبدل حكم القتل بأن يخرج الشافعي هائما على وجهه يبحث عن أقل الناس وأحقرها في نظره وليقبل يده. يا الله. فقام الشافعي، كل ده في الرؤية. في الرؤية. نعم. قام من نومه مفزوعا ففهم الرسالة، سوء أدب مع ربي، عشان اعتقد: حدثتني نفسي يوما أني مرة أنني عالم. يعني غفل لحظة كده، فنفسه قلت له: أنت عالم. وكم من واحد فينا دلوقتي بقى لحظة مش على طول، مش يعني احنا مش لحظة ده. شوف العقاب يعني. نعم. أصل ليس الذنب في القرب كالذنب في البعد. نعم. كما قالوا يعني. نعم. قال: فخرج الشافعي هائما على وجهي في البلاد والنجوع والقرى يبحث عن أقل الناس وأحقرها في نظره، حتى وجد رجلا على كومة، فوقع في نفسه أنه أقل الناس وأحقرها في نظره، فتقدم منه. وعندما هم بأن يعني يقبل يده، عافت منه نفس الشافعي، يعني أرف منه الشافعي، أرف من الراجل ده على كوم سباخ كده. فنزع الرجل يده من الشافعي ولطمه على وجهه وقال له: تأدب يا شافعي، أنا الذي خففت عنك الحكم بالأمس يا شافعي. يا الله يا قبل الله. يدك يا شافعي. يا الله. فأخذ الشافعي يقبل يده ويتمرغ في التراب ويبكي. يقبل يد الرجل. يقبل يد، ما هو الرجل مرضاش حتى كمان يقبل إيده كمان. يا الله. اللي هو الشافعي شافه. نعم. إن هو ده أقل الناس وأحقرها، لأن عافت منه نفسه. نعم. فجاي يقبل إيده، وطبعا لابد، ما ده حكم قتل. نعم. فمع ذلك الشافعي يعني جاي على نفسه، بس ممتعد شوية، جاي وجه يقبل إيده، فجاي نزع يد الرجل، نزع يده وقال له: قبل يدك أنت. قبل يدك أنت يا شافعي، أنا الذي خففت عنك حكم القتل يا شافعي بالأمس في الرؤية، روح قبل إيدك أنت أخوي. فالشافعي قاعد يتمرغ في التراب ويبكي ويقبل يده بصفته أقل الناس وأحقرها في نظره. يا الله. ثم ذهب لشيخه اللي كان بيربيه ويأدبه. شوفوا مين هو الشافعي، لكن كان له مربي. فشكى له: شكوت لوكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. الله 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 يا مولانا، يعني الكلام كله نور والله. يا مولانا.